رئيس الحكومة بايمي باتاكالبير استقبل أعضاء الفيدرالية الدولية للمسيحيين للدفاع عن حقوق الإنسان في مقتله. القائد العام للقوات المسلحة التشادية يفتتح عمل الاجتماع العادي لقادة القوات المسلحة بدول لجنة حوض بحيرة تشاد. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضائية التشادية من أنجمينا ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية لهذه الأمسية. قدم عصر اليوم رئيس الوزراء بايمي باتاكالبير بصفته رئيس اللجنة العليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسية، قدم بيانا دعا فيه رؤساء ومسؤولي الأحزاب السياسية المتحالفة والمعارضة وجمعيات المجتمع المدني بضرورة المشاركة الفاعلة من أجل نجاح فعاليات المنتدى الذي سينظم في مستهل لعام 2018. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent que le gouvernement veut entretenir avec l'ensemble des sensibilités politiques et sociales. اجتمعنا اليوم لنخبركم بمراحل التي تخص تجهيزات المؤتمر الإصلاحي للمؤسسات الدولة. فقام رئيس الجمهورية كان وضع في أكتوبر 2016 لجنة عليا، وفي فبراير 2017 لجنة فنية قامت بعمل لفترة 6 شهور، وهذه اللجنة الفنية ذهبت في كل الطبقات إلى آخر البلاد لإحصاء كل ما جاء لدى هذه الطبقات. وقبل أسابيع كان تابعتم بأن هذه اللجنة سلمت تقريرها للجنة العليا، واللجنة العليا الآن هي في دراسة هذا التقرير وتواصل في عملها. فنحن قلنا لازم يكون هناك حوار في المؤتمر الذي سينظم، ومن أجل تنظيم هذا المؤتمر لجنة تنظيمية ستكون، وأنا أتمنى مشاركة كل الطبقات السياسية والمدنية في داخل هذه اللجنة التنظيمية. لذلك أنا أطلب من كل الأحزاب السياسية والمؤسسات المجتمع المدني عشان ينظموا نفسهم ويعينوا لنا أعضاء في داخل اللجنة التنظيمية. أنا أطلب من أحزاب الأغلبية السياسية أن يقدموا لنا قائمة ب20 شخص، المعارضة الأحزاب المعارضة تقدم لنا كذلك قائمة ب20 شخص يكونوا أعضاء في اللجنة التنظيمية، والمجتمع المدني يقدم لنا قائمة 10 أشخاص في اللجنة التنظيمية. وهذه اللجنة سيكون لها مقر وسيكون لها كذلك لجان ميدانية، وأنا سأقوم بالتوقيع على القرار في الأسبوع القادم. لذلك أطلب من كل الأحزاب أن يتقربوا ويسلموا قوائم ممثليهم داخل اللجنة من يوم الاثنين، وأن هذه اللجنة التنظيمية لها فترة 45 يوما لتجهز نفسها حتى نصل إلى إقامة المؤتمر الذي يجمع الكل. فأنا أشكركم مرة ثانية لحضوركم لهذا اللقاء، وأتمنى توافونا بقوائمكم في أقرب وقت، ونحن نتمنى أن يكون المؤتمر قبل نهاية فبراير 2018. Cette équipe aura un délai maximum de 45 jours. نبقى برئاسة الوزراء، حيث استقبل صباح اليوم رئيس الوزراء بايمي باتاكالبير أعضاء الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بهدف تقديم ملفها المتعلق بحقوق الإنسان للاتحاد الأفريقي. تقرير حسن درموت. التقى رئيس الوزراء بايمي باتاكالبير مع الفيدرالية الدولية للمسيحيين ضد عملية الإعدام والتعذيب. وخلال هذا اللقاء طلبت الفيدرالية الدولية من الحكومة التشادية من أجل مساندتها لتقديم ملفها في الاتحاد الأفريقي لإيقاف عملية التعذيب والإعدام، وإن تشاد تعتبر ضمن الدول التي تمنع عملية الإعدام. هذا وقد أكد رئيس الوزراء للفيدرالية الدولية مساندة تشاد من أجل تقديم ملفها في الاتحاد الأفريقي. وعقب اللقاء أشاد نجتلوم سالمون الرئيس الوطني للفيدرالية الدولية للمسيحيين في تشاد بلقائهم مع رئيس الوزراء. جينا لبريميسان دورن حاجو كلام
peine de mort. Peine de mort, quand nous mal cartel, voilà, nous mal soit chocolat chaman. Quand juge, aura quand chocolat demain a dit là, il décidait au yaktoul nadumda. À sa fille Union africaine, tarfou que Tchad demain, dar akarindol, là mon so commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La même commission là, il doru y adopter document ou un protocole facultatif. Le protocole facultatif là, aïe akuma, voilà, aïe état. Ici la décision de Canada, ici l'engagement, les peines de mort, mais Kalofi Darna. Fi Tchada, Kalas, député de Chalo Loa, au président de la République, Kalas promulgué loi, gal peine de mort ma fille. Nazakir il a un lika, Hadarahu, Wadir al-Adl Waham il-Aqtam, al-Makalaf bihuquq al-Insan, ومدير مكتب رئيس الوزراء والمستشار القانوني برئاسة الوزراء.